لا هيرا شفتها قبل نتني ياسر وانتشرت البلد هنا وليه لا هيرا ما يديرهاش الكافر واللي دارها من العرب والعيب عليه اعوذ بالله الشهد ونستخبر والحضارة ماشي اللي يرمي والديه دعوة الشر للعقيب كي تحضر واش تقول لخالقك يوم تلاقيه تسع شهور في كرشها صبرت للذر واذا تعرى الفراش تنوذ تغطيك باباك يجي اللي تطلب تحضر ما خممش نهار ولدي ويسمع فيك ربوك بحنانهم قد ما يقدر واليوم عند ابوي يحشم بيه تعبوا وشقاه ويقرعوا له كي يكبر وهذا ما قدر يجازي ابيه وص عليهم رسول الله احد يزو صور يا ويح من حصاهم واش يجيه جهنم نارها سودة تظهر تخلد فيها بغيت عمر لا تحصيه هذي حي الناس اللي طاعين والديهم وكونترا اللي عاشين والديهم وكاين حاجة فوق الوالدي ناشي علي كاين الخالق العزيز الغفور الرحيم شديد العقاب قصيدة من عند كلاش على الوالدين يحيى ورجالهم اه ولدي مانيش راعي انا باباك اه وقلت لي كلام شي اللي يجرحني اه ودعوة دعيتها لك شي لموراك وسمعوها الجوارين والأمونيين اه ولدي مانيش راعي انا باباك اه وقلت لي كلام شي اللي يجرحني اه وراك نسيت خيري وعطيتك فاك يا ولدي منين كرهتني ناهو يبغيني اه وراني سمعت الراجل كيسقساك يا ولدي وبها تقول بويا جاتك دنيئية اه وغواتك صحتك والشيطان عماك اه وكلاش خويا وخاف مصحابو يعرفوني اه وانا علي من تقعد موراك اه وبها تقول بويا جاتك دوني يا ودرتني الراعي وانا باباك وعيرتني قبال اللي يكرهني اه ودعوة ذوي ذلك شانا موراك سمعوها الجوارين ولاموني يجيك مرض ياكل وجهك وكفاك اه وكون سير ما يريح نار وتسني يا وحتى الموت تعرف قيمة باباك وتقول مين عيرته كرهني وحد النهار غادي انا حواس يا نصيب ذا المرافي لا ريت بكي قلت الانسان كابت الناس مالك هاطة ودموع الطويل قلت لي كنت نسكن في بالعباس عندي غيوة المعمر داري يود بحوش جابوني غير الراس العديان ما يخافوا شي من ربي يا وديا يا ربي الحمد لله ربي نصبر لرضاك اللي بجري دارها لحقتني يا وريش راعي وانا باباك يا قلت لي كلام شي اللي يجرحني يا نشرني خدمتها بعد فهرك يا قلت لي انك من وترفدني لين كبرت وليت انت يا ضايك